بادرة شبابية نالت استحسان الجميع، وهي بادرة مؤسسة أفريق كامبيس التي أطلقت أسبوع المواطنة في 13 من أغسطس الجاري، وذلك من أجل نظافة المدينة وتغيير السلوكيات وكذا الحفاظ على البيئة النظيفة على مستوى مدن وأقاليم البلاد. هذا وبما أن هذه البادرة تتوافق مع سياسات السلطات العليا في البلاد، فقد قام رئيس الجمهورية إدريس سعدي بإتنو وحرمه سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو إلى جانب أعضاء الحكومة والمستشارين وجميع القوى الفائلة بالبلاد بحملة نظافة واسعة بالثانوية فليكس إبوي، وذلك مواصلة لأنشطة أسبوع المواطنة. هذا وننوه بأن فعاليات هذا الأسبوع قد شهدت العديد من الأنشطة تمثلت في نظافة المدينة وغرس عدد من الشتلات بدءا برئاسة الجمهورية وبعد من المؤسسات العامة والخاصة، فضلا عن حملة توأوية قام بها الشباب أعضاء مؤسسة أفريق كامبيس شملت مختلف دوائر العاصمة أنجمينا، حيث عبر صاحب البادرة ناير أبكر عن رضاه التام تجاه المشاركين المتفاعلين وخصوصا رئيس الجمهورية وسيدة البلاد الأولى والتي ساهمت في إنجاح فعاليات هذا الأسبوع. الرئيس ما زوجة جو هنا عشان ينتو إكزامبل للدوغات مالكوبا. اليوم شفنا المينيستر، شفنا الديبوتي، شفنا كونسيل دول كله ساعدونا عشان يقشوا البكان وقشين ده اكزامبل للتشاد عشان يدروا أننا التشاد يخير ونمشوا قدام. رئيس الجمهورية إدريس سعدي بإتنو في كلمته بهذه المناسبة دعا جميع التشاديين إلى تغيير السلوكيات والتمسك بروح المواطنة وتحمل المسؤوليات الكاملة من أجل الحفاظ على المكتسبات والهوية الوطنية، ونشير بأن فعاليات هذا الأسبوع ستستمر حتى يوم غد الأحد 19 من أغسطس، وذلك تحت شعار جميعا فلنغير من حياتنا اليومية. النظافة ده هو السيارة، سيارة المواطن وسيارة المجتمع كله. الشيء دي بدأت من الشباب دي. والفكرة دي أساسهم هم، لكن هنا شلنا. ومن الواجب أي تشادي مهما كان منذ المهم موجود، ما في بس في الأسماء جميعا، لكن في كل المدن حتى القرى، خلي التشاديين يفهموا أنه النظافة ده هو السيها، يقوم بكامل همته ويعملوا زي ما نحن عملناها في أسبوع الماضي. كان تربنا شجر وحسبنا الشيء الحسن اللي نعمل نظافة الدينام يخليك يعني أنت إنسان تملك مكان هنتعيش معاش نظيفة بدون أي مرض ولا كده. وده التشاديات اللي يقول مسواء كان أي سبت في الأسبوع أو سبت في شهر يعملوا نفس الشيء، أننا أمنوا داخل بيوتهم خارج من بيوتهم وفي شوارع وفي المدارس كل مكان. أنا يا الليسي دولا أبيكي كبارا ده معنا كثير، كان يوم ويكا أنا لمو كان نتوية باتما أنا الليسي الأول والكل ده مرغانا أونو بلدنا سنة ده بس سوقنا بريزنس ودى السماء. هذه المبادرة مبادرة النظافة، والنظافة من الإيمان. أنتوا عليهم أصلا الناس مردانين من كوليرا، من باليديسما، من شنو؟ من الوساخة ده بس، من الزبالة ده. أنا هنا قاعدين في مدينة وقاعدين معنا أطفال ورجال وأوين، لابد أن نكون نزيفين. رئيس الجمهورية أتى هو وحرمه أمام الناس، أمام الشباب، وقدموا النموذج الأمثل. وإن شاء الله أنا الله قال كنا نجمعنا زي ما دام الناس تكلمت تكون أنظف عاصمة. والمثل ده خلي الناس الآخرين يلتمسوا، والتشادين الآخرين كله خليه يتبعوا المثل ده، عشان هو السقاب بدين المثل هنا تنمية البلد، مثل هنا ازدهار بلدنا، ومثل الفوق التشادين كله يتبعوه وبقوا هم ذاتك الرموز عشان البلد ترتكس فوقهم، عشان البلد تكون عندها مواطنين مثاليين. والمواطن المثالي لازم يعني دائما يعيش في تغير، تغير في العقلية، تغير في السلوك، تغير في المعاملات. اليوم يعني عنده فرج شديد، الشباب كونوا حاجة يعني حاجة يعني كويس جدا، وشفتوا اليوم الرئيس جاء مع الوزراء حقه كله وخدمه
والشباب كمان خدموا بالمرة وجاب الفكرة، الشباب جاب الفكرة كمان، نتمنى لهم خير قدامهم وشغل هسه اليوم سويناه انا وهم. نشوري شعور الفرحة كممثل انا الشعب، ونطلب من كل شعب خليه يشيلوا مثل الطيب الجانب من رئيس الجمهورية ده، عشان هنا اللي قدام ده بتمنى خلوا وثاقة في بلدنا.